سي نبيل، شنو نوع الاشغال اللي تديروا بحي مولى عبد الله مدينه الدار البيضاء؟ فلتذكير فان وليداك في اطار برنامج سنوي لتنقيه وصيانه شبكات تطهير السائل على صعيد مجال الترابي اللي مكلفه به شركه تدبير المفوض، فكنقوم بعده عمليات كعمليه تحضيريه وكذلك استباقيه للفتره الشتويه المقبله. الان كنتواجدوا بالضبط في حي مولاي عبد الله تابع المجال الترابي لنفوذ عماله عين الشق في الدار البيضاء. فهناك عديد من التدخلات اللي كنقوموا بها بكل وسائل معباءه، اهمها هي التنقيه الاليه ما يسمى بليدروكوراج اللي كنقوموا بها لاجل التنقيه و صيانة قنوات تطهير السائل. ثانيا هناك عملية موازية اللي كنقوم بها كذلك اللي هي التنقية اليدوية أو كوراج مانويل اللي كتهم البلوعات، وكذلك هناك مرحلة مهمة اللي هي عملية المراقبة أو انسبكسيون كاميرا اللي كنقوم بها من أجل ضمان جودة الأشغال وكذلك التأكد من الفعالية ديال هذه العمليات. ايضا هناك وسائل معباءه، كاين موارد بشريه كاعوان مختصه، مسؤولين مباشرين، شركات مناوله، كاين الات كذلك للضخ وديال ليدروكوراج كذلك لان معباءه في هاد الاطار. يجب تذكير كذلك بانه جل هذه العمليات كيتم الحرص باش كتتم وفقا للمعايير المعتمده وكذلك التزام دفتر التحملات المعمول به، ويتم الحرص كذلك باش كل الاشغال ان شاء الله باش كتتم في احترام الكامل لشروط الصحه والسلام. في الاخير كخطه عمل في لاليداك وبالخصوص في مديريه ديال عين الشق حي حسني، فغادي يتم ان شاء الله من هنا لاخر السنه الحاليه تنقيه وصيانه ما يزيد على 225 كيلومتر من القنوات تطهير السائل سواء المياه العادمه او المياه الشتويه. وكذلك عندنا برنامج اعمال من اجل تنقيه البلوعات بما يفوق 34 الف بلوعه في المجال الترابي ديال عين الشق الحي حسني نواصر. وفي الختام كان نغتنم هذه الفرصة من أجل الشكر جميع المتدخلين في هذه العملية كسلطة محلية كمصالح مقاطعة وكذلك المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه الأشغال اللي كتتم في ظروف حسنة، وكل الفرق معباءة من أجل إتمام العملية في أحسن الظروف.